مع اختلاف الأجيال إزاي بتقدر تتواصل مع والدك، وهل بتقدر تقنعه بوجهة نظرك ولا لا؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا، طبعا في انتظار إجابات حضراتكم وتفاعلاتكم. دلوقتي هنروح لامي عشان نشوف إجابتها على السؤال، صراع الأجيال عامل إيه معاها. صباح الخير عليك يا لامي. صباح الخير عليك شاذلي. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير لامي. إيه أخبار صراع الأجيال معاكي؟ تقدري تتواصلي مع ابنك؟ انا بعرف اتواصل مع ابني جدا يعني، وكل ما بيكبر بعرف اتواصل معاه اكتر ونفهم بعض اكتر. انما عموما فكره صراع الاجيال دي كنت حاساها موجوده قوي زمان، لانه ما كانش في نوافذ كتير الواحد ممكن ياخد منها خبره او تجربه. كان دايما بيبقى المرجع للبني ادم يعني بابا او مامته، ده صاحب القرار والرؤيه الصح والحكمه، فكانت بتنفذ. لكن دلوقتي بتهيالي المشكله ما بقتش كبيره بين الناس وبعضها، لانه في سوشيال ميديا، في انفتاح على العالم، في اراء مختلفه وتجارب، وكمان المناقشة كتيرة، والصحة النفسية بقت باينة قوي دلوقتي. زمان ما حدش كان يعرف موضوع مستشار علاقات إنسانية وحد يتدخل ويتكلم إزاي يبقى الحوار بين الأسرة، ده حاجة مفيدة جدا. الكلام ده بقينا نسمعه في السنين الأخيرة، زمان ما كانش ده يعني. أنا كان نفسي طبعا أعيشه، لكن يعني كنت أحب أعيش الأجواء دي. لكن هي مع مامتي كويسه قوي، بس انا حاسه دلوقتي ان انا اللي مامتها. يعني صراع الاجيال مش موجود عندي في البيت خالص. طيب الحمد لله. الحمد لله.